صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحانه هو العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب ذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب سبحانه غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المآب قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب ويجاهدين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد أن جعلتنا أهلا للإسلام وأهلا وأتباعا لسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أن جعلتنا أهلا للصيام والقيام اللهم لك الحمد على نعمة الهداية ما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا يا رب فلك الحمد يا ربنا لك الحمد أن شرفتنا في الوقوف بين يديك في الوقوف بين يديك في هذه الليلة في ختم القرآن اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا رب يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده إلهنا ومولانا يا رب يا رب
فيرقى اجعلنا ممن يتلوه يوم القيامة فيرقى ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى إلهنا اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا وفي الآخرة يا رب يا رب يا رب اجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين اجعلنا عند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين يا أرحم الراحمين يا كرم الأكرمين يا خير من سئل يا أجود من أعطى يا أكرم من عفا يا أعظم من غفر يا أعدل من حكم يا أوفى من وعد نسألك يا رب يا رب يا رب يا رب آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذه الليلة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم انزع الوهن وحب الدنيا من قلوبنا اللهم انزع الوهن وحب الدنيا من قلوبنا وأبدله بحبك وحب الآخرة وحب الجنة وحب الشهادة وحب الجهاد وحب الجهاد يا رب العالمين إلهنا ظلمنا أنفسنا أسرفنا في أمرنا لكننا على عهدك ووعدك ما استطعنا إلهنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا خطانا وعمدنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وما أنت أعلم به منا يا رب يا رب يا رب يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة إلهنا افعل بنا ما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى اللهم أسعدنا بالهداية اللهم أسعدنا بالهداية في رمضان وفي ختام رمضان وبعد رمضان يا رب العالمين اللهم أذقنا حلاوة الإيمان اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وبلغنا درجة الإحسان يا عظيم يا منان يا عظيم يا منان يا عظيم يا منان اللهم اغننا بالعلم اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى أكرمنا بالتقوى